ورجعنا لكم من جديد وفقرة دلوقتي عن مصر ورئاسة الاتحاد الأفريقي. حاجة كويسة طبعا، حاجة كويسة جدا ان مصر هتترأس الاتحاد الأفريقي لمدة دورة او عام. هنشوف وهنعرف اكتر عن يعني ايه مصر هتترأس الاتحاد الأفريقي، وليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال الثلاث او اربع سنوات اللي فاتوا كان بيعمل مجهود قوي جدا علشان مصر ترجع تاني لحضن أفريقيا وعلشان يترأس الاتحاد الأفريقي، وده مجهود كبير جدا نتيجته هتكون يوم 10 يعني يوم السبت تقريبا أو الحد. هنبدأ على طول مصر هتترأس الاتحاد الأفريقي، نعرف كل ده وهنعرف تفاصيل أكتر ومعلومات أكتر عن الموضوع ده من أستاذ أشرف عبد العزيز، كاتب ومحلل سياسي. أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا بك، أهلا وسهلا. زي ما قلت انه ده مجهود ونتيجة مجهود سنين طويلة ان مصر هتترأس الاتحاد الافريقي، حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة من وجهة نظرك؟ يعني انا هقول لحضرتك، هو طبيعي القارة الافريقية من القارات التي تمتاز بالهدوء والاستقرار، هي لم تكن فيما بينها دول غازية او مستعمرة. هي قارة من القارات القديمة، لها شعوب ولها دول، لها من الأصالة ولها من التعامل فيما بينها، هو التعامل الذي صنع الكثير من حضارات أخرى. إفريقيا قارة غنية بثرواتها وبشبابها، فهذه هي ثروتها البشرية. عندما اتجهت مصر إلى فتح صفحة جديدة من صفحات تاريخها المتواصل مع القارة الأفريقية، هي يعني حريصة على أن تكون هذه الصفحة تضيف لملف العلاقات المصرية الأفريقية وأيضا العلاقات الأفريقية المصرية. مصر في هذه المرحلة بتتجه من خلال عدة دوائر، سواء الدائرة العربية أو الدائرة الأفريقية والدائرة الإقليمية وبالتبعية الدائرة الدولية. في الدائرة الأفريقية التحرك المصري هو مرحب به، خاصة وأن أفريقيا لا تنسى التاريخ أو الدور المصري الذي لعبته مصر على امتداد القارة الأفريقية، كانت تتحرك لتقدم وليس لأجندة أو لمصلحة أو لمنفعة. اليوم هذا التاريخ وهذه العلاقة الوطيدة والتاريخية هي ليست العلاقة المثلى لإقامة علاقات استراتيجية. بمعنى الشعارات لم تعد يعني مقبولة كما كان في الماضي، وإنما المصالح هي الشعار الأمثل للتبادل أو التعاون. إفريقيا الآن دخلت مرحلة هناك دول كبرى ودول غنية ودول لها من النهضة الصناعية، يمكن أن تشكل مع مصر مرحلة مهمة من قيادة العمل الإفريقي المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال المؤتمرات الأخيرة وخاصة مؤتمر منتدى الشباب العالمي، وضع شباب إفريقيا أمام الصورة أو المحك المهم لدور مهم في إفريقيا في المرحلة القادمة. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى وضع أجندة عمل إفريقيا أو أجندة التزامات مصرية تجاه إفريقيا، ودي يمكن بتخلينا نقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته أعتقد أنه سيحدد ملامح أو إطار التعاون أو التعامل المصري، التعاطي المصري مع إفريقيا وأيضا تعاطي إفريقيا مع مصر. الرئيس السيسي لديه أجندة ربما تكون مستمدة من الأجندة التي بدأها في خريطة بناء مصر الحديثة، هو طموح أن تكون هي أفريقيا كمان أمن قومي، يعني أمن قومي. يعني أنت تتكلمي على الدائرة الأولى، يعني الدائرة التي تتشابه مع الدائرة العربية، خاصة وأن يعني أكثر من نصف سكان العالم العربي متواجدون في القارة الأفريقية، هناك عدد كبير من الدول العربية هي دول أفريقية أيضا، وبالتالي العلاقة العربية الأفريقية ليست بغريبة، هي طبيعية امتداد للدائرة العربية. الدائرة الأفريقية بحكم علاقات كثيرة هي الدائرة الأهم الآن والدائرة الأكثر تفاؤلا، خاصة أنت تتعاملي مع ملفين، الملف السياسي وملف التنمية وملف الاقتصاد. حتى الملف الاجتماعي والثقافي وما إلى ذلك هو من الملفات المهمة التي يمكن أن تشكل جدول أعمال هذه الدورة. هم رافعين في هذه الدورة شعار اللاجئون والعائدون والنازحون، هذا الشعار رؤية
لهذه المرحلة أو هذه الدورة للاتحاد الأفريقي أو المؤتمر الأعلى على مستوى الرؤساء أو القادة الأفارقة. اليوم في اجتماع المجلس التنفيذي وبيرأس وفد مصر السيد سامح شكري وزير الخارجية لوضع الصورة النهائية لجدول أعمال القمة على مستوى القادة يوم الأحد إن شاء الله. لكن ملامح التحرك المصري باتت واضحة زي ما أشرت حضرتك خلال الثلاث سنوات الماضية أو يمكن أكثر بأن تكون هناك علاقة جديدة أو علاقة استراتيجية أو شراكة حقيقية فيما بين مصر وإفريقيا. هذه الشراكة تقوم على تبادل المصالح وهي اللغة السائدة الآن في العلاقات فيما بين الدول. ويمكن ده احنا بنلاحظه في عملية الرؤى التنموية يعيها أو يدركها الرئيس عبد الفتاح السيسي جيدا ويهتم بها اهتمام كبير. وشفنا مردود ده على الدولة المصرية في إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة. شفنا كثير من المشاريع التي تسمى بمشاريع قومية أو مشاريع كبرى ليست مشاريع لمرحلة أو لمرحلة تسكين وإنما هي مشاريع للأجيال القادمة. أظن أن هذه الرؤية ستنعكس على طريقة التعامل المصري أو التعاطي المصري مع القضايا الإفريقية يهمنا بالدرجة الأولى، أو يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص بالدرجة الأولى على ملف السلم والأمن في القارة الإفريقية. وده بالتبعية تضع مصر رؤية لتطوير منظومة العمل الإفريقي أو الاتحاد الإفريقي، خاصة وأنه قطع شوطا طويلا في هذا الاتجاه. يوازي هذا العمل دور آخر تشريعي من البرلمان الإفريقي. البرلمان الإفريقي اليوم وهو الجهة التشريعية خطى خطوات كبيرة، والبرلمان المصري لعب دورا كبيرا في هذا. وبالتالي هي المنظومة أصبحت منظومة شبه متكاملة. تحتاج مرحلة مهمة في المرحلة القادمة. معنى أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي ده ليه مطلوب من سيادة رئيس كده يعني هيعمل إيه بالضبط؟ أولوياته إيه؟ المدة بتاعت مصر لما هتترأس الاتحاد مدتها قد إيه؟ سنة ولا مجرد دورة؟ أنا أقول لحضرتك إحنا فينا في النظام الاتحاد الأفريقي في نظام الترويكا الرئيس السابق والرئيس الحالي والرئيس القادم، دول بيشكلوا رئاسة الاتحاد في دورته. يعني مصر هي رئيس في الترويكا من العام الماضي باعتبارها كان الرئيس القادم، وستكون في رئاسة الاتحاد العام 2020 لأنها هتكون الرئيس السابق. فبالتالي أنت مصر هنا بتمارس مهام العمل الأفريقي الرسمي ثلاث سنوات. وبالتالي احنا مش بنطمع ان دورة وتنتهي، بالعكس انت عارفة ان السياسة المصرية في هذه المرحلة او القيادة المصرية دائما عندما تبدأ خطة او عمل تتابعه. فأظن أن مصر ستتابع هذا، وليس الموضوع أن الرئاسة لمصر، بالعكس مصر عندما تقود عمل هي لا تقود من خلال رئاسة لدورة أو لذلك، إنما مصر هي تقدم. مصر مسؤولة أنها في ضوء الالتزامات اللي حددها القيادة السياسية في هذه المرحلة تجاه إفريقيا. هناك أيضا لما يجي السؤال يتقال ماذا تستفيد إفريقيا من مصر أو ماذا تستفيد مصر من إفريقيا، ده السؤال اللي مطروح في الشارع الآن. إفريقيا عندما تستفيد من مصر هتستفيد كثيرا. حزمة التزامات، يعني ممكن حياتك لما تمشي في الشارع وتشوف المواطن العادي يقولك طب ما مصر ترأست اتحاد أفريقيا، طب وأنا استفدت إيه؟ أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا. عام 2019 هو عام إفريقيا بالنسبة لمصر. انت عندك رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، كأس الأمم الإفريقية بالظبط، أسوان عاصمة شباب إفريقيا، أحداث مهمة بتؤكد أو بتعكس أن الساحة الإفريقية أو الظهير الإفريقي لمصر هو من الظهير المهم. وزي ما أشرت حضرتك هو أمن قومي، أمن قومي ليس بالمفهوم العسكري أو الاستراتيجي فقط وإنما بالمفهوم الاجتصادي والاجتماعي والثقافي والفني وما إلى ذلك، بكل ما المفهوم الشامل للأمن القومي. يمكن انت في الدورة دي في مقترحات كثيرة فيما يتعلق بالنهوض بتعليم المرأة، الثقافة في القارة الإفريقية،
الفضاء الافريقي، يعني في مجموعه كمان عوامل. اعتقد ان افريقيا لسه قاره بكر وفيها يعني ثروات كتير جدا لم تكتشف بقى، يعني محتاج ان احنا نشتغل فيها اكتر. بالظبط هو ده، وهم مرحبين بده طبعا، لان انت اما بتتحركي انت ما عندكيش اطماع، انت تتحركي من خلال ان انا هدخل زي ما حصل مع تنزانيا مؤخرا، انا بنقدم ليهم خدمات بالزبط. وهم مرحبين بده ويقدروا يساعدوك. انت النهارده عندك تقدري يعني اما تنظري للخريطه الافريقيه، ثروه زراعيه دي ثروه ما فيش نقاش فيها انها بالزبط. مهدره ويمكن الاستثمار فيها بشكل كبير وبشكل واسع. الثروه السمكيه، افريقيا متشاطئه في بحور ومحيطات، وبالتالي لديها تنوع في الثروة السمكية يمكن أن يشكل صناعة مهمة في هذا المجال، تحتاج إلى تنمية وتحتاج إلى خبرات. عندك الثروة الحيوانية، عندك كثير من الثروات التي ليس فقط الكنوز التي بداخل الأرض الإفريقية، وإنما أيضا هناك كثير من الثروات يمكن أن يعاد النظر فيها وأن تصبح صناعة مهمة. هذه هي المجالات التي يمكن أن تقدم فيها مصر الخبرات. عندما نقول أنا ماذا ستقدم مصر لإفريقيا، ستقدم حزمة تعهدات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظن أنه سوف يؤكد عليها وربما يضيف إليها في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للقمة في دورتها 32 يوم الأحد إن شاء الله. وبالتالي ستشكل منهاج عمل لمصر خلال ترأسها لهذه الدورة، ومنهاج عمل للقارة على مدى سنوات، لأنها خطة بالزبط. طويلة المدى مع يعني الالتزام المصري كمان الأمن المائي، تمام الالتزام المصري بخطة أجندة أفريقيا 2063، وهي خطة مبنية على تنمية شاملة ستراعى أو ستلتزم فيها مصر بهذه المحددات، مع تطوير ما يعود بشكل ملموس أو واقع ملموس على المواطن الإفريقي، حتى يترجم هذا عمليا وليس من خلال شعارات أو كلمات أو إنشاءات أو ما إلى ذلك. وأظن أن مصر من خلال خبرتها أو خبرة القيادة السياسية في إعادة رسم الخريطة المصرية ستنعكس أيضا على الخريطة الإفريقية، بدليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خريطة شبكة الطرق وشبكة البنية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ربما ستترجم هذه الخريطة لكن بشكل أكبر على الخريطة الإفريقية بشكل عام. هو وعد بطريق القاهرة كيبتاون أو الإسكندرية كيبتاون، يعني من أقصى نقطة في شمال القارة من البحر المتوسط إلى أقصى نقطة في الجنوب في كيبتاون. أما يقول طريق زي ده هو يقصد به أن هناك شبكة من الطرق سواء البرية أو السكحالية إلى جانب النقل المائي وأيضا شبكة الطرق خلاص الجوية. مجرد ما عملت شبكة الطرق خلاص، فبالتالي أنت بتتحركي في إفريقيا بشكل ييسر ربط المناطق الخمس. يعني إفريقيا عندما تكون منقسمة إلى خمس مناطق، شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط، هذه الشبكة ستربط القارة. هناك دول كثيرة في الوسط تحتاج إلى هذه الشبكة، وبالتالي أنت تستثمري قارة أهدرت، قارة كانت يعني تسلب منها خيراتها، قارة كانت ما زالت الديون التي تضيق عملية التنمية في القارة الإفريقية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه هذه القارة، ولذلك الآخرون حريصون على أن تظل هكذا حتى يتم أو ما زال استنزاف هذه القارة. لكن أبناء القارة الإفريقية ومن خلال كثير من المؤتمرات الماضية وهذا الجيل الجديد من شباب القارة الإفريقية الذي رأيناه في القاهرة، هو يدرك تماما ماذا لديه وماذا يملك شعوب القارة الإفريقية أو دول القارة الإفريقية. من الدول التي نقول عليها دولة، شعب وأرض وثروات، ففي حالة من الاستقرار بخلاف دول أخرى، ولذلك هذا الاستقرار هو ينعكس نفسيا على المواطن الإفريقي، يحتاج إلى من يضع الخطط والآليات السليمة والصحيحة وبشكل علمي للنهوض بهذه الدول. وفي دول إفريقية الحمد لله يعني قدرت تتجاوز هذه المراحل من الصراعات الداخلية أو الصراعات فيما بينها الإقليمية،
وبدأت مرحلة من الاستقرار وبدأت مرحلة من النضوج. بدأنا نشوف دول لديها إنتاج صناعي وزراعي ولديها نهضة حقيقية. وده يمكن هنشوف جدول الأعمال في ملفيه الرئيسيين، الملف السياسي والملف التنموي أو الاقتصادي. الملف السياسي هناك ما زالت بعض القضايا الشائكة والتي أيضا تشكل نقطة يعني عرقلة لجهود التنمية في القارة. لدينا ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية، يعني بعض المشاكل يمكن من خلال نوايا خالصة وجهود صادقة، وأظن أن ده هيتحقق في هذه الدورة لحل هذه الخلافات التي حتى لا تصبح مشاكل مزمنة. القضايا عندما تتحول إلى مشاكل مزمنة تؤثر بشكل أو بآخر في المحيط، ليس في داخل دولة بعينها وإنما أيضا في محيط هذه الدولة، وبالتالي سينعكس على القارة الإفريقية، خاصة وأن دول الإفريقية فيما بينها في يعني الحدود تكاد تكون ليست كدول أخرى، وإنما أيضا هناك في ترحيب فيما بين الدول الإفريقية. مصر نجحت في نماذج حل بعض المشكلات، شفنا حل مشكلة جنوب السودان، دورها في هذه الأزمة وكيف عالجتها، دور آخر. يعني مصر تتحرك في كثير من المناطق، ولكن خلال هذه الرئاسة ستكون المرحلة الأهم والأولوية الأولى هو السلم والأمن الإفريقي. إفريقيا تشكل عائق الهجرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، فمصر نبهت إلى هذا الموضوع، وأنه يجب على الدول الكبرى ودول أوروبا تحديدا أن تساهم في يعني في القضاء على المشاكل التي تواجهها القارة، خاصة مشكلة الديون ومشكلة التنمية. لابد أن تساهم هذه الدول، لأنها في فترة ما استفادت من ثروات هذه القارة، لابد وهي مطالبة الآن بأن تقدم ما أخذت. يعني ليس منة منها، وإنما هو ده الطبيعي. ولذلك أنا أظن أن هذه الدورة للاتحاد الإفريقي، مش عشان هي مصر هترأس هذه الدورة، لكن هي وضعت خطوات رئيسية منذ 2002 عندما تحولت منظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي، وبالتالي أصبح هناك منهاج عمل للاتحاد. أي نعم كان بطيء، لكن أظن أنه هيكون مهم جدا، وده هنشوف في حاجات. هي مصر ما ترأستش الاتحاد قبل كده؟ لا، ترأست الاتحادات أكثر من مرة. وفي 2008 عقدت القمة الإفريقية في شرم الشيخ، وكان في يعني في تحرك مصري، في تحرك مصري مرحب به على مدى تاريخ دورات الانعقاد القارة الإفريقية. ومنذ أن يعني ساهمنا في إطلاق منظمة الوحدة ثم الاتحاد الإفريقي عندما اقترحته ليبيا، وبالتالي العمل الإفريقي المشترك، عجلة دورانه ستشهد مرحلة جديدة. عجلة الدوران المناخ ملائم تماما، الوضع في إفريقيا الآن مرحب بمن يدفع بدوران هذه العجلة. وأظن أن مصر بما تملكه من إمكانيات وبما تملكه من علاقات وطيدة مع كافة الدول الإفريقية، تستطيع أن تعيد دوران هذه العجلة بشكل يعود بالنفع ملموس واقعي على الطرفين، على كل الشعوب الإفريقية، يعني على مصر وعلى باقي ويمكن هي مصر أما يعني كانت من ضمن الدول اللي طلبت بأن تدمج التكتلات الإقليمية، الكوميسا وهنا وغيرها في تحت مظلة الاتحاد، حتى لا يتشعب العمل الإفريقي أو يعني تتنازع القرارات هنا أو هناك، بحيث يكون هناك رؤية واحدة ومصلحة واحدة هي مصلحة العمل الإفريقي المشترك. ولذلك أنا ما بقول لحضرتك إن عام إفريقيا أو عام 2019 بالنسبة لنا إحنا هنا في مصر هو عام إفريقيا لأحداث كثيرة ومهمة طبعا. ويمكن من حسن الطالع أن تقام الدورة الإفريقية في مصر هذا العام، العالم كله بيكون أو كأس الأمم الإفريقية، فبالتالي يعني نحتاج إلى تحرك جاد نبني لمرحلة جديدة من العلاقات الإفريقية في كافة المجالات، وليس في مجال سياسي أو اقتصادي فقط، وإنما في المجالات الأخرى، ثقافة، تعليم،
واحنا لنا تاريخ من تقديم الخبرات مع القارة الافريقية، وهناك الكثير من المؤسسات والصناديق المصرية التي تقدم هذا وبدأت تستعيد دورها على الساحة الافريقية. المسؤولية كبيرة في ان مصر تترأس الاتحاد، يعني المسؤولية بتكون كبيرة على رئيس الاتحاد، على رئيس مصر ان هو يترأس الاتحاد الافريقي. دي مسؤولية كبيرة محتاجة مجهود كبير في ان هو يقدر يطلع بس مصر قدها. الرئيس السيسي قدها. اكيد طبعا دايما مصر قدها. لان انت مش العملية مش قيادة قارة بحد ذاتها، وانما هناك مجموعة من الدول التي يمكن ان تقف وتدعم التوجه المصري، ورصيد مصر في علاقاتها الدولية هو هناك طموح أن نعيد رسم علاقات القارة الإفريقية مع القارات الأخرى أو التكتلات الدولية الأخرى، ولدينا إفريقيا ألمانيا، ولدينا إفريقيا أوروبا، لدينا إفريقيا الصين، إفريقيا، يعني هذه أوريدي فاتحين مجالات التكتلات الإقليمية. وبما يملك الرئيس السيسي من رصيد من العلاقات مع هذه التكتلات أو هذه الدول الكبرى، لا ستعيد بناء علاقات استراتيجية ندية ما بين إفريقيا وما بين تلك التكتلات. يعني أنت بتكلمي على أكثر من 2 مليار مواطن في إفريقيا، يعني بتكلمي على قارة فيها عندك 55 دولة أعضاء في الاتحاد. الخريطة الإفريقية عندما تنظري إليها، لا هي خريطة ستشهد إذا خلصت نوايا وحدث نوع من الاستقرار. ستعاد بناء هذه الخريطة بشكل طموح. انت بتلعبي على دول يعني شعوبها من النوع الطيب، اللي هو لا يميل الى القيام بالغزوات، وما يعني شعوب عمرها لا غزت ولا كانت معتدية، وانما كانت الصراعات الموجودة سببها التنمية، سببها الفقر. خطط التنمية والقضاء على مشكلة الفقر دي هتحدث نوع من الاستقرار، ولذلك التحرك في خطين متوازيين، خط السلم والأمن وإعادة الاستقرار، وخط التنمية، وده مهم جدا حتى ينجح التحرك السياسي أو حل النزاعات داخل بعض دول القارة. وهي يعني بقت بشكل قليل، مش زي في الماضي كانت الصراعات مقلقه وكانت التدخلات الخارجيه فيها بشكل قوي استنزافا للقاره، وان تظل القاره هكذا، وده ادركوا يعني كانوا عايزينها تفضل مهجوره. والرهان بقى على هذا الجيل من الشباب، جيل شباب افريقيا، هو الرهان عليه في ان يدرك ما له وما عليه، وان يدرك التحديات التي يواجهها القاره، وان يدرك المسؤولية التي يجب أن يتحرك من خلالها في المرحلة القادمة. القارة الإفريقية إن شاء الله ستشهد مرحلة قادمة، ليس فقط في خلال عام أو اثنين، وإنما المهم أن يبدأ دوران العجلة، عجلة العمل الإفريقي المشترك، عجلة يقتنع بها المواطن الإفريقي أن لها مردود، حتى وإن كان بسيط في هذه المرحلة سيكون له مردود في المستقبل. ويمكن هي دي السياسة اللي هم بيلاحظوها موجودة في مصر، ان في دوران لعجلة التنمية مصرية، في حركة. عجلة التنمية رغم الحصار المفروض على مصر في هذه المرحلة، الا انها استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات رغم الضغوط ورغم كل المناورات التي تتعرض لها مصر، الا انها نجحت. وبالتالي كان النموذج المصري للدول الافريقية نموذج مرحب به، وهم عندهم استعداد انهم يتجاوبوا مع كل الخطط والاليات التي يمكن ان تشارك فيها مصر للنهوض بهذه القاره. شايفه في كل كلام حضرتك وفي طريقتك ان في تفاؤل كبير بالخطوه دي. يعني هو التفاؤل احنا لا نملك غيره. لكن التفاؤل لا ليه شواهد ليه شواهد يعني هو طبعا. التفاؤل بيكون مبني على قراءات. بالظبط. فانت شايفه ان في قراءه في الوجوه الافريقيه الموجوده حاليا على الساحه الافريقيه. عندما تنظري الى قاعه اجتماعات القاده الافارقه هتلاقي في وجوه حريصه على النهوض بالقاره الافريقيه. في دول نجحت انها تنأى بنفسها من الصراعات وبدات تعمل نهضه، وفي دول ما زالت بتتلمس من
يأخذ بيدها. وهو ده اللي هنشوفه في، يمكن هتلاقي مقررات القمة تسير في هذا الاتجاه. امتى نبدأ نشوف نتائج يعني أول حاجة ممكن نشوفها تخلينا نتفائل؟ ما هو لازم يبقى في حاجة ليها نتيجة بنشوفها أو بنشوف دليل. امتى نبدأ نقول والله بدأنا نشوف نتائج مبشرة؟ هتقابلنا في إفريقيا أول مشكلة هي مشكلة التمويل. يعني حتى أنت عندك النموذج للاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي مصر بتساهم في تمويله بحوالي 15% من ميزانية الاتحاد. ومن الميزانيات الكبيرة، يعني مصر تعتبر من الدول اللي بتقدم ميزانية كبيرة في مساهمة للاتحاد الإفريقي. في دول لا تقدم طبعا، يعني لظروفها. الاتحاد الإفريقي مش عايز أقول لك ميزانيته نسبة كبيرة منها بتيجي منين، من خارج القارة الإفريقية. لكن تمويل هذه المشروعات أظن أنا هتكون هناك دراسة ورؤى لتمويل أي مشروعات تتم في القارة الإفريقية. وأظن أن هناك استراتيجية تحرك مصري على المستوى الخارجي أو الدول التي استفادت كثيرا من القارة الإفريقية أن تعيد أو أن تساهم في عملية التنمية في القارة. وهتكون في أجندة عمل للتحرك في هذا الاتجاه. وإذا تمت كل المشاريع اللي هتوضع بالخطط التنموية في خلال مراحلها هتتم إن شاء الله. لكن هو المردود مش هيكون سريع، لأن برضو ما تنسيش إن القارة مثقلة بديون ومثقلة بمشاكل وأزمات، وخطط التنمية كانت خطط يعني متواضعة جدا لا ترقى إلى النهوض بقارة بالشكل اللي احنا نطمح فيه عشان تقولي أنا عايز أشوف أفريقيا زي أوروبا وعايز أشوف أفريقيا زي كذا. ده لا، هياخد وقت. احنا عايزين نشوف أفريقيا زي أفريقيا، يعني نموذج ناجح ممكن هو نفسه يبقى نموذج يقدم لأوروبا والأمريكا. هو انا هقول لحضرتك هو ده ممكن يتحقق، لان احنا يمكن بنبني تفاؤلنا على يعني هي ليها طبيعه خاصه وليها ظروف خاصه وعندها امكانيات مختلفه عن اوروبا، فليه ما تكونش هي نفسها نموذج يقدم لباقي الدول؟ ده ممكن في حال لو حدث نوع من الاتحاد، يعني هو الاتحاد في شكله القائم مع شيء من التطوير هيكون خلاص وصل في مراحل يعني متميزة كمنظمة إقليمية زي غيرها من المنظمات زي الاتحاد الأوروبي وغيره. لكن احنا محتاجين حاجتين: النهوض بالثروة البشرية، ودي هي مشكلة القارة الإفريقية. انت عندك الثروة البشرية في إفريقيا، التعليم فيها والاستثمار فيها متواضع جدا، وبالتالي هذه الثروة تحتاج ان تكون ثروة مؤهلة للنهوض بالقارة، سواء نهوض في الزراعة في الصناعة في كل المجالات. وده مهم جدا، واظن ان الاستثمار في الشباب او في الثروة البشرية في افريقيا ألمح إليه او اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب العالمي. وده كان حتى شباب افريقيا نفسهم يعني هم استغربوا ان يلاقوا في حد بيتكلم عنهم بالظبط، حد بياخد بايدهم، حد عايز يفجر الطموحات اللي جواهم. وانت النهارده يعني في عصر فيه هم حاسين ان هم كم مهمل وان هم ما حدش، لا هم دلوقتي لا بدأوا يدركوا. حتى المرأة في افريقيا ايضا كانت مهمله. انت عندك ده في بند رئيسي في هذه الدوره خاص بالفتيات والمرأة وتعليمهم والنهوض بيهم. يعني انت داخله على مرحله بتبني بالزبط. اما مردود هذه المرحله لا، هيحتاج لسنوات، هياخد وقت. عدد السنوات دي ايه؟ هو مدى جدية التنفيذ او مدى متابعة التنفيذ. وده مش هيكون على مصر لوحدها، هو العمل عمل جماعي وعمل مشترك. التدخلات الخارجية لصناعة بعض الازمات هنا او هناك قد تضيق هذا التحرك. لكن يجب ان يدركه الجميع، يجب ان يدرك ان التدخلات الخارجية لمصالح او لاهداف هي تعيق اي عمليه تنميه او لاستنزاف مقدرات الدوله. ولدينا نماذج كثيره، يعني طيب. انت النهارده عندك في الواقع العربي الراهن يعني للاسف احنا كنا نطمح ان تكون العلاقه العربيه هي نموذج يحتذى في الدائره الافريقيه. لكن الدائره العربيه الان لوضعها وما تواجهه من تحديات وازمات يمكن مؤجل، لكن ربما
ربما يعاد النظر. احنا عندنا نص كلنا تفاؤل يا فندم. عندنا نص الدول العربيه دول في القاره الافريقيه ربما تكون هي القاطره لاعاده رسم خريطة علاقات عربية جديدة. إن شاء الله كلنا أمل وكل حد بيعمل اللي عليه علشان يجني الثمار. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أشرف عبد العزيز كاتب ومحلل سياسي. الحقيقة اتكلمنا عن أفريقيا وعن مصر. ستترأس الاتحاد الأفريقي القادم يوم 10 فبراير. بنشكر حضرتك يا فندم. بعد الفاصل مكملين وهنتكلم عن السمنة. استنونا بعد شويه.